مساء الخير. أحب النهاردة أتكلم معاكم في موضوع خاص بمشاكل الأوعية الدموية. وكثير من الناس في الأونة الأخيرة بقوا بيسألوا عن مشاكل الأوعية الدموية وأمراض الأوعية الدموية، لأنها كانت لغاية فترة مش بعيدة كان دايما أمراض الأوعية الدموية ما هياش واخدة المعرفة قدر المعرفة الكافي في المجتمع، إنما مؤخرا بدأت ناس كتير تبقى على دراية بأن في مشاكل كتير في الأوعية الدموية، وأن مشاكل الأوعية الدموية دي يمكن حلها بطرق بسيطة. على سبيل المثال، الموضوع اللي أنا عايز أثيره دلوقتي هو مشكلة الشريان الأورطي. الشريان الأورطي ده زي ما الناس بعض الناس تعرفها كمعلومات عامة، هو أكبر شريان في الجسم، هو ده اللي بيغذي بقية الجسم كله بالدم. الشريان الأورطي فيه بعض المشاكل اللي أو الأمراض اللي بتيجي فيه اسمها تمدد الشريان الأورطي، يعني الشريان الأورطي بيتسع في الحجم بتاعه، والاتساع ده بيشكل نوع من أنواع الخطورة على حياة المريض، لأن الاتساع ده لما بيوصل لحد معين ممكن يؤدي إلى يعني تسريب من خلال هذا الشريان أو انفجار للشريان في بعض الأحيان، والمشاكل دي بتهدد حياة البني آدم. لغاية فترة مش بعيدة كان بره في كثير من الناس كثير من المرضى يعني للأسف الشديد بيفقدوا حياتهم بسبب انفجار الشريان الأورطي دون، لأنه ما كانش حد بيقدر يكتشفه. إنما النهاردة أصبح في معرفة أكثر عند كثير من الدكاترة، وخصوصا الدكاترة بتوع الأشعة، عشان لما يجوا يعملوا أشعة لأي مريض لو اكتشف إن في تمدد في الشريان الأورطي ولو بالصدفة حتى ينبه المريض إن هو لازم يروح لدكتور أوعية دموية علشان يعالج تمدد الشريان الأورطي. تمدد الشريان الأورطي زمان كان بيتم علاجه عن طريق جراحة، وكانت جراحة معقدة شوية وكانت جراحة كبيرة شوية. إنما دلوقتي علاج تمدد الشريان الأورطي أصبح من غير جراحة، عن طريق الدعامات ومن خلال فتحة صغيرة بسيطة جدا جدا جدا، بعكس الجراحة اللي كانت بتتعمل قبل كده زمان، يعني كانت بتحتاج فتح كبير شوية. العلاج بالدعامة أنقذ حياة كثير من المرضى الحقيقة من انفجار الشريان الأورطي. فالرسالة اللي أنا عايز أوصلها للمشاهدين دلوقتي إن مشاكل تمدد الشريان الأورطي من المشاكل التي تكتشف بالصدفة، وإنها لما تكتشف يجب أن تعالج فورا وعلى سبيل السرعة فعند دكاترة جراحة الأوعية الدموية، لأن التأخير فيها ممكن للأسف بيؤدي إلى عواقب يعني غير محمودة. وشكرا لاستماعكم. شكرا.